بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهاردة وردة جميلة جدا، هنعملها مع بعض خطوة بخطوة. يا رب تعجبكم. بسم الله. احنا هنبدأ بداية سميكة، تمام، وهنعمل 10 لفات على ايدينا. 1 10 10 لفات. هسحب خيطي وهشتغل داخل الحلقة 20 اسفة 22 غرزة حشو. 22 غرزة حشو. 1 2 22 غرزة حشو. هقفل بمنزلقة في اول حشو انا عملته في السطر، وهرتفع لي اول بتلة، تمام، هرتفع ب10 سلاسل. هفتح خيطي وهاجي هنا في الاتجاه العكسي لأول حشو عندي، وهعمل منزلقة. هاخد خيط الشغل وأعمل منزلقة، هبدأ أشتغل في البتلة، وهعمل في حلقة البتلة وهعمل 16 حشو. 16 حشو، تمام. هرجع تاني واعمل منزلقة في نفس الحشو اللي انا ارتفعت منه لتثبيت البتلة، وهعمل 3 منزلقات فوق 3 حشو بعد كده. 1 2 3. من 3 منزلقة هرتفع 10 سلاسل للبتلة التانية. 4 5 6 10. هفتح ابرتي وهاجي هنا، دي اول منزلقة. تاني منزلقة هدخل فيها واسحب خيط الشغل. هسحب خيط الشغل منزلقة، وهبدأ أشتغل في الحلقة اللي عندي، وهعمل فيها 16 غرزة حشو. 2
16، هعمل منزلقة في نفس الحشو اللي انا ارتفعت منه، وثلاث منزلقات في الثلاثة حشو اللي بعد كده، 1 2 3، ارتفع 10 سلاسل للبتلة اللي بعد كده، 4 5 6، هفتح خيط الشغل، دي اول منزلقة قبل الارتفاع، دي تاني منزلقة هعمل فيها او هسحب منها خيط الشغل بتاعي، ابدأ اشتغل داخل الحلقة واعمل 16 حشو. منزلقة في نفس الحشو اللي انا ارتفعت منه، وهكرر تاني لنهاية الزهرة، 3 منزلقات فوق، 3 حشو، 2 3، ارتفع 10 سلاسل، تاني منزلقة من بعد الارتفاع هسحب منها خيط الشغل، ستاشر حشو داخل الحلقة،
طيب انا خلصت البتلات بتاعتي، باقي عندي حشوين هعمل فيهم كرد لاسيه روماني علشان خاطر اعمل فرع للزهرة. طيب الكرد نفسه انا هحط لكم لينك الفيديو بتاعه تحت في صندوق الوصف، هو سهل جدا مفيهوش حاجة، بس فيه شرح للكرد كويس جدا، فياريت تتفرجوا عليه الاول. انا هرتفع سلسلة وهغير شغلي بظهره، هاجي هنا عند المنزلقة اللي قبل. طيب الاول انا عملت منزلقتين في الاتنين حشو اللي باقيين، ارتفعت سلسلة وغيرت شغلي، اول منزلقة هي اللي هعمل فيها حشو، تمام، وهغير شغلي. عندي هنا سلسلة واحدة بس او خيط واحد بس هو اللي هدخل فيه وهعمل حشو، هدير شغلي تاني، بقى عندي خيطين هعمل فيهم حشو، داير شغلي تاني، بقى عندي خيطين هدخل فيهم واعمل حشو عشان بس ناخد بالنا من الكورد ده او نفهمه كويس. ياريت نتفرج على الفيديو اللي تحت في صندوق الوصف، هو حلو جدا وشرح الكورد ده بطريقة حلوة جدا وسهلة، عشان بس تتخيلوا معايا الكورد ده ماشي ازاي، وهكمل الكرد ده تقدروا تتحكموا في طوله زي ما انتوا عايزين. انا كده الزهرة بتاعتي خلصت، طبعا الكرد ده ممكن يطول عن كده بس انا هكتفي بالقدر ده عشان الفيديو ما يطولش. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكم، بالتوفيق دايما وسلام عليكم.